يعتقد الكثير من الناس أن السلحفاة من المخلوقات الصغيرة في الحجم واللطيفة، ولكن الحقيقة أن هذه المخلوقات قادرة على تشكيل خطورة كبيرة جدا على مختلف المخلوقات الأخرى التي تتفوق عليها في الحجم، وهذا ما سوف نشاهده معا اليوم في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هذا النوع من السلاحف الذي تراه أمامك في هذا الفيديو يعتبر من أخطر السلاحف المائية، حيث إنه كان قادراً على خداع وتمويه الكثير من الأسماك بسبب هذا اللسان الذي يشبه الدودة، وبعدها يستطيع هذا المخلوق ابتلاع السمكة بالكامل في مشهد مخيف جداً. وفي هذا الفيديو كانت السلحفاة قادرة على خطف هذه الحمامة وبعدها إغراقها في المياه، مما جعلها فريسة سهلة جدا لها. كما أنه في هذا الفيديو سوف تتأكد من الشجاعة الكبيرة التي تتمتع بها السلحفاة، والتي ساعدتها على الهجوم على هذا التمساح حتى كانت قادرة على إبعاده في مشهد مخيف جدا، مما يؤكد أن لديها شجاعة كبيرة جدا لا يستطيع أي حيوان آخر التمتع بها. في هذا المقطع كانت السلحفاة تحاول الهجوم على هذا النسر، وبالرغم من أن النسر لم يهتم بها ولم يفكر في الهجوم عليها، إلا أن ردة فعل السلحفاة يؤكد أنها شجاعة بدرجة كافية حتى تستطيع الهجوم على هذا الطائر الجارح الخطير. وهنا استطاعت هذه السلحفاة الهجوم على هذه البطة ومنعها من الخروج من المياه في مشهد مدهش للغاية. في هذا المقطع كانت البطة تحاول السباحة مع صغارها، ولكن هذه السلحفاة استطاعت الهجوم على هذا الصغير، ولم تستطع هذه البطة إنقاذها من بين فك السلحفاة كما هو واضح أمامك. أما هذا المقطع فيعتبر من أخطر المقاطع، فقد استطاعت هذه السلحفاة الهجوم على هذا الثعبان بطريقة خطيرة ومخيفة جدا، وكانت قادرة على الهجوم عليه لفترة طويلة دون أن يستطيع هذا الثعبان الدفاع عن نفسه، وفي النهاية تمكن من الهرب في آخر لحظة، ولكن بعد أن تعرضت إلى الكثير من المخاطر من هذه السلحفاة الصغيرة عنه في الحجم. حاولت هذه السحلية الاقتراب من هذه السلحفاة، ولكن كانت السلحفاة قادرة على الهجوم على السحلية كما هو واضح أمامك في هذا المقطع. هذا الطائر المسكين كان يحاول الابتعاد عن السلحفاة، ولكنه لم يكن قادرا على الطيران، ما ساعد السلحفاة على الهجوم عليه وابتلاعه في مشهد مخيف جدا. وفي هذا الفيديو الغريب كانت السلحفاة قادرة على إبعاد هذا الأسد من أمامها في مشهد غريب جدا، ما يؤكد الشجاعة الكبيرة التي تتمتع بها. وهنا استطاعت هذه السلحفاة الهجوم على هذا الكلب، ما دفع الكلب إلى الصراخ بقوة حتى تمكن من إبعادها عنه، وبعدها كان على دراية من أنه لا ينبغي له الاقتراب من هذه السلحفاة مرة أخرى. وهنا كانت هذه السلحفاة قادرة على الهجوم على هذه البطة من أقدامها حتى تمكنت من إغراقها في المياه بدل المقاتلة، ما ساعدها على قتل البطة بكل سهولة كما هو واضح في هذا الفيديو. هذه السلحفاة المائية تمكنت من الهجوم على هذا الثعبان السام الذي يعيش في المياه، وتمكنت من تحطيم رأسه بقوة بكل سهولة، وهذا ما ساعدها على تحقيق الفوز عليه في هذه المباراة.
حاول هذا الحصان الاقتراب من هذه السلحفاة، ولكنها تمكنت من عض هذا الحصان، ما دفعه على الابتعاد والهرب في أسرع وقت ممكن. وفي هذا الفيديو استطاعت هذه السلحفاة الهجوم على هذه السمكة الكبيرة في مشهد مخيف جدا، ولكنها تمكنت من القيام بعمل هذا الشيء بكل سهولة في النهاية. تعتمد السلحفاة على الفك الخاص بها، حيث إنه يعتبر واحدا من الأسلحة القوية التي تستطيع من خلالها قطع الأشياء بكل سهولة، سواء أكانت خضروات أم لحوما. كما هو واضح في هذا الفيديو، كانت قادرة على قطع الخضروات بكل سهولة، وهذا يؤكد أيضا أنها لا تحتاج إلى أسنان حتى تكون من الحيوانات القاتلة والمفترسة، وذلك بسبب أن عضلات الفك التي توجد لديها تساعدها على الهجوم على الكثير من الحيوانات الأخرى بكل سهولة وافتراسهم، كما هو واضح في مختلف هذه المشاهد التي عرضناها عليكم اليوم. حتى يقال إن السلحفاة قادرة على المعيشة حتى تصل إلى عمر 100 سنة، وهذا يؤكد أنها يجب أن تتمتع بمختلف الأساليب الوقائية التي تساعدها على الهرب من هجمات الحيوانات المفترسة، وحتى تستطيع الابتعاد عن الخطر باستخدام هذا السلاح الفتاك الذي تتمتع به. وهذا على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، أن السلحفاة تعتبر من المخلوقات اللطيفة والصغيرة في الحجم، إلى أنها في الكثير من الأوقات قادرة على أن تشكل مخاطر كبيرة على مختلف الحيوانات أو حتى البشر لو كانت تشعر بأي خطر أو تهديد. هل تعاملت من قبل مع أي نوع من السلاحف؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.